وفد تلو الآخر، مصريون وعرب وأجانب، سياسيون ومستثمرون، توافدوا للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي تراهن عليه القيادة السياسية المصرية لتحقيق قفزة تنموية تضع حداً لسنوات من الركود الاقتصادي والاضطراب السياسي الذي كان حاضراً بقوة في هذا المؤتمر. تقدم مصر بذلك نموذجاً للحضارة العربية والإسلامية بقيمها السمحة الحقيقية، دولة تنبذ العنف والإرهاب والتطرف. تدين المملكة وبشدة ما تشهده مصر الشقيقة من حوادث إرهابية تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو التي تسعى إليها حكومة مصر الشقيقة، مؤكدين موقفنا الثابت مع مصر وشعبها لتثبيت الأمن والاستقرار ووضع الاقتصاد على مسار التعافي والازدهار، ونطالب المجتمع الدولي بعدم ازدواجية المعايير والفهم الدقيق. دعم سياسي خليجي واضح يأتي بالتوازي مع مكاسب اقتصادية مبكرة أحرزتها القاهرة في أول أيام هذا المؤتمر، تمثلت في حزمة مساعدات واستثمارات ب 12 مليار دولار. أحب أن أعلن عن دعم إضافي من دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالي قدر 4 مليارات دولار. بحيث يتم إيداع مبلغ 2 مليار دولار كوديعة في المصرف المركزي المصري، ويتم توظيف 2 مليار دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً. أما الدعم الأمريكي لمصر فقد جاء مصحوباً بتحفظات ليست جديدة تتعلق بالحريات العامة في مصر. أتيت إلى هنا سيدي الرئيس حاملاً رسالة بسيطة، ألا وهي أن الشعب الأمريكي ملتزم بالعمل من أجل أمن وازدهار ونمو مصر، وسوف نعمل معكم من أجل تحقيق الرؤية والأهداف الطموحة التي تم طرحها هذا اليوم. الاستثمار في الاقتصاد والسياسة معا هو أول بشائر هذا التجمع الدولي بعدما كشفت مواقف الدول الصديقة للقاهرة عن قناعتها بأن تنمية مصر هي الخطوة الأولى لتحقيق استقرار هذه المنطقة المتوترة. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، من مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء.